بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نكمل من حيث انتهينا بالأمس. ذكرنا في آخر اللقاء أن المبتدأ الأصل أن يكون له خبر، ولكن قد يكون لهذا المبتدأ مرفوع يسد مسد الخبر، وقلنا إن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، وهذا المرفوع أيضا تتم به الفائدة، ولذلك يسد مسد الخبر. قلنا أيضا إن المبتدأ يكون اسم صريح ظاهر، كأن نقول زيد ناجح، أو مصدر مؤول كأن نقول وأن تصوموا، كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن تصوموا مصدر مؤول في تأويل مصدر صريح صيامكم خير لكم، وقد مضى كل هذا. بقي المرفوع الذي يسد مسد الخبر. قلنا ابن مالك رحمه الله قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، فزيد عاذر من اعتذر، زيد عاذر من اعتذر، زيد مبتدأ وعاذر خبر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، أسار ذاني. هنا سار اسم فاعل من سرى يسري، وطبعا سرى وردت في لغة العرب سرى وأسرى بمعنى واحد. سار هنا اسم فاعل من سرى سار فهو سرى يسري فهو سار، مثل قضى يقضي فهو قاض، ورمى يرمي فهو رام. سار هنا مبتدأ، وهذه الهمزة همزة الاستفهام. هذا المبتدأ يسمى وصفا أي مشتق، وهو اسم فاعل من الناحية الصرفية. اسم الفاعل هذا وإعرابه مبتدأ رفع ذاني، ذاني طبعا هنا بمعنى هذاني. هذا المرفوع إعرابه فاعل، ولكن ليس فاعل للفعل الذي عمل فيه اسم الفاعل سار، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فما يرفع باسم الفاعل إذا كان معتمدا بشرط، اسم الفاعل لازم يكون معتمد، إما أن يكون معرف بأل حتى يرفع ويعمل عمل الفعل، وإذا كان نكرة كما هو هنا ينبغي أن يعتمد على استفهام أو على نفي، وهنا عمل لأنه اعتمد على استفهام، فيعرب هذا مبتدأ وذاني فاعل سد مسد الخبر، وليس في هذه الجملة خبر، وإنما فيها مرفوع سد مسد الخبر. الذي يرفع
بالمبتدأ نوعان، إما فاعل سد ما سد الخبر، وإما نائب فاعل سد ما سد الخبر. الذي يرفع بهذا المبتدأ اللي هو وصف مشتق، ما يرفع به الذي يرفعه من بعده، الذي يرفعه إما فاعل يسد مسد الخبر، وإما نائب فاعل يسد مسد الخبر. يكون فاعلا إذا كان هذا المبتدأ اسم فاعل أو صفة مشبهة، كأن نقول مثلا أكريم أبوك، أكريم أبوك، فأكريم أبوك إذا أعربنا كريم مبتدأ، لأن هذا طبعاً مفرد له وجهان من الإعراب، هذا له وجه واحد مثنى، هذا لأن ليس متطابق معه. أما إذا كان متطابق مع كريم وأبوك، هذا مفرد وهذا مفرد، يكون له وجهان من الإعراب. أما في مثل هذه الحالة إذا كان مثنى أو جمع، يكون له وجه واحد إعرابي، بأن يعرب هذا مبتدأ والمرفوع به فاعل. أما في مثل هذه الحالة يكون له وجهان من الإعراب. الوجه الأول أن يكون كريم مبتدأ، وهو الذي نتحدث عنه الآن، أن يكون طبعاً كريم مبتدأ، وما رفع به هذا المرفوع به يعرب فاعل سد ما سد الخبر. واضح؟ إذن هذا مبتدأ وهذا فاعل سد ما سد الخبر، هذا وجه إعرابي. الوجه الإعرابي الآخر أن نعتبر هذا مبتدأ مؤخر وكريم خبر مقدم، كأننا قلنا أأبوك كريم، أأبوك كريم، فيكون هنا هذا مبتدأ مؤخر وهذا خبر مقدم. متى يكون هذا؟ إذا كان المرفوع به متطابق معه، كما في هذه الحالة. أما في مثل هذه الحالة ما فيش تطابق، فيتعين أن يكون هذا المرفوع به أن يكون فاعل سد ما سد الخبر. ويكون المرفوع أيضاً نائب فاعل سد ما سد الخبر. متى؟ في حالتين اثنتين فقط يعرب نائب فاعل سد ما سد الخبر، في حالتين اثنتين، وما سواهما يعرب فاعل سد ما سد الخبر. واضح الكلام؟ أنا جبت لكم الحالتين المحددتين، لأن بالنسبة للمرفوع الفاعل في أكثر من حالة غير الصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأشياء كثيرة. إذن حتى ما ندخل في تفاصيل كثيرة، في حالتان اثنتان فقط يعرب فيهما نائب فاعل سد ما سد الخبر، وما سواهما المرفوع به ما سواهما يعرب فاعل سد ما سد الخبر في كل الأحوال. الحالتين، الحالة الأولى كما قال الشاعر النابغة: أمحمول على النعش الهمام، أمحمول الهمام، أمحمول على النعش الهمام. فهنا محمول، لاحظ أن طبعا هو مبتدأ من ناحية الإعرابية،
لكنه اسم مفعول. فإذا كان المبتدأ اسم مفعول مثل محمود، محمول، مطعون، مقتول، ها يكون اسم مفعول. فإذا كان المبتدأ اسم مفعول ما يرفع به يعرب نائب فاعل سد مسد الخبر. فهذا الهمام نائب فاعل سد مسد الخبر. الحالة الثانية أن يكون المبتدأ اسماً منسوباً، هنا اسماً مفعولاً والحالة الثانية اسماً منسوباً، كأن نقول ألبناني، أنت ألبناني، أنت أإماراتي، أنت أسوري، أنت. فهنا اسم منسوب، فيعرب هذا الاسم المنسوب مبتدأ وما يرفع به يعرب نائب فاعل سد مسد الخبر. ما سوى هاتين الحالتين المرفوع بالوصف أو الاسم المشتق المرفوع يكون فاعل سد مسد الخبر. هذه الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر أو مكونة من مبتدأ ومرفوع سد مسد الخبر، ورأينا بالأمس أضرب الخبر وقلنا الخبر يكون مفرداً ويكون جملة، والجملة تكون جملة اسمية أو جملة فعلية، ويكون شبه جملة، وشبه الجملة يكون جار ومجرور ويكون ظرفاً. هذه الجملة الاسمية هناك عوامل تدخل عليها فتؤثر فيها. قال المصنف باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. سبق أن تحدثنا عن المبتدأ والخبر الجملة الاسمية وقلنا يكونان مرفوعين، فإذا دخل عليهما ناسخ. الناسخ هو الذي يزيل حكم المبتدأ والخبر، يرفع هذا الحكم ويعطي حكما جديدا. هذا ايش معنى الناسخ؟ لأن النسخ هو الإزالة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فينسخ هذا الحكم ويرفع هذا الحكم ويأتي بحكم جديد. فإذا دخل هذا الناسخ سلبهما هذا الحكم اللي هو حكمه الرفع، حكمهما الرفع. فالناسخ داخل على الجملة لا على عين المبتدأ فقط ولا على عين الخبر فقط. إذن الناسخ ليس داخلاً على المبتدأ فقط وليس داخلاً على الخبر فقط، وإنما داخل على الجملة، على الجملة الإسمية كلها. وهذه النواسخ ثلاثة أقسام: قسم يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وذلك كان وأخواته، نحو كان الطقس بارداً. وهذا القسم الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر كله أفعال، كان وأخواته كلها أفعال. وهناك قسم ثان وهو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر،
له من العمل عكس ما لكان من العمل. كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، بينما إن وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر. نقول إن العلم نور، وهذا القسم إن وأخواتها كلها حروف. القسم الثالث وهو ما ينصب المبتدا والخبر معا، وذلك ظن وأخواته، نحو ظننت الصديق وفيا. ظننت الصديق وفيا، وطبعا هذه أفعال ظن وأخواته. نأتي الآن إلى كان وأخواته. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر كما قال المصنف، أي تدخل كان وأخواتها على الجملة الإسمية فترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقلنا كان وأخواتها كلها أفعال باتفاق ما عدا ليس، ففيها خلاف، والراجح أنها فعل. إذن كان وأخواتها كل أفعال، فيه خلاف حول ليس. بعضهم قال حرف وهو أبو علي الفارسي، والجمهور ذهب إلى أنها فعل، ونحن نذهب إلى أنها فعل، ونحن مع الجمهور. ودليل ذلك دخول تاء الفاعل عليها في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، ونحن قلنا من علامات الفعل أن تدخل عليه تاء الفاعل، فتاء الفاعل لست، التاء هنا علامة على أن هذا فعل. وهذه الأفعال هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما برح وما دام. وعدد هذه الأفعال 13 فعلا. هذه الأفعال كان وهي أم الباب تفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الماضي، إلا إذا كانت مع الذات العلية أو مع صفة من صفاته فتفيد الاستمرارية. فإذا قلنا فلان كان زيد كريما، فهذا قد اتصف بالكرم في الزمن الماضي. لكن إذا قلنا وكان الله غفورا رحيما، فإن الله غفور رحيم دائما وأبدا. أمسى، ويفيد هذا الفعل اتصاف الاسم بمضمون الخبر في المساء، نقول أمسى الجو غائما أو جميلا. وأصبح يفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الصباح، نقول أصبح الجو نقيا. وأضحى، ويفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الضحى، نحو أضحى الطالب مجدا. وظل، ويفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر في جميع النهار، نقول ظل وجهه مسودا. وبات، ويفيد اتصاف الاسم بمضمون الخبر في الليل، أي في المبات في المبيت وفي البيات، نحو بات الطفل باكيا، أي بات الليل كله باكيا. وصار، ويفيد تحول الاسم
من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر نحو صار الطين خزفا أو جرة وليس، ويفيد هذا الفعل نفي الخبر عن الاسم في الحال نحو ليس الطالب غائبا، ينفي عنه في الحال ليس غائبا، وما زال وما انفك وما فتئ وما برح، هذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للاسم حسب ما يقتضيه الحال، كمثل ما زال الفقر منتشرا، ما دام، ويفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا نحو قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. هذه الأفعال يمكن تقسيمها من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام، بعضها يعمل بلا شرط وهي كان وأمس وظل وبات وأصبح وأضحى وصار وليس، هذه تعمل في كل الأحوال. النوع الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي، وشبه النفي المراد به النهي أو الدعاء، وهذه أربعة أفعال هي برح وزال وانفك وفتئ، فهذه لا تعمل إلا إذا تقدمها إما نفي أو شبه النفي، إذا لم يتقدمها نفي لا تعمل ولا تكون ناسخة، كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين، فقد تقدمها النفي. النوع الثالث من هذه الأفعال يعمل بشرط أن يتقدم عليه ماء المصدرية الظرفية وهي الفعل دام فقط، هذه فعل واحد وهو ينبغي أن يتقدمها ماء المصدرية الظرفية كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي ما دمت أي مدة دوامي حيا. وما تصرف منها، أي وما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل هذه الأفعال، منها نحو كان ويكون وكن، لاحظوا أتى بالماضي كان ويكون في المضارع وكن في الأمر، فهي تعمل هذا العمل بمعنى ترفع الاسم وتنصب الخبر سواء كان الفعل في الماضي أم في المضارع أم في الأمر. وطبعا الرأي الراجح أن نسخ للمبتدأ والخبر، لأن بعضهم يقول إنها ناسخة للخبر فقط، مثلا كان الطالب مجدا، أصل الجملة الطالب مجد، فبعض العلماء قال لم تعمل كان إلا في الخبر، والمبتدأ اللي هو اسمها بقي على ما هو عليه لأنه كان مرفوعاً وبقي مرفوع، والصحيح أنها رفعت حكمه وضمته، معنى هذه الحركة ليست هي التي كانت من قبل، إنما نسختها وأتت بضمة جديدة على أنها عاملة في المبتدأ والخبر.
على أي حال كان إذا دخلت على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، سواء كان في الماضي أو في المضارع أو في المضارع. نقول كان الطالب مجدا، يكون الطالب مجدا، وكن مجدا. فسواء كان في الماضي أو في المضارع أو في الأمر أو اسم فاعل أو مصدر، هي تعمل في كل الأحوال، تعمل كما يعمل الفعل كان. نعم، كن، كن مجدا. كن هنا طبعا فعل ناسخ، طبعا هو فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، وهو فعل ناسخ، أو نقول وهو من معنى فعل ناسخ، خلينا مع الفعل الناسخ. نعم، والاسم اسم، اسم كن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ومجدا خبر، خبر كن. إذن هذه الأفعال تنقسم من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام: أفعال تتصرف تصرفا كاملا وهي سبعة: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، كقوله تعالى: وكان ربك قديرا. في المضارع: ويكون الرسول عليكم شهيدا. في الأمر: كونوا قوامين بالقسط. فعملت سواء كان في الماضي أو في المضارع أو في الأمر. أفعال ناقصة التصرف، النوع الثاني، أفعال ناقصة التصرف يأتي منها الماضي والمضارع فقط. رأينا طبعا مضى معنا أن في أفعال ناقصة التصرف يأتي منها الأمر والمضارع ولا يأتي منها الماضي، كما قلنا اللي هي يدع ويذر، يدع ويذر. فدع في الأمر موجود، في المضارع يدع موجود، لكن الماضي طبعا قيل بأن فيه ودع، ووردت قراءة شاذة: ما ودعك ربك وما قلى، لكن طبعا اللغة، لغة العرب لم يرد فيها هذا الاستعمال. وكذلك يذر، يذرهم في طغيانهم يعمهون، ذرني ومن خلقت وحيدا، فاستخدم المضارع واستخدم الأمر ولكن لم يستخدم الماضي. هنا بالنسبة لهذه الأفعال الناقصة استخدم الماضي والمضارع. إذن الفعل إذا لم يتصرف في الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، يعتبر ناقص التصرف. هنا أتى منه الماضي والمضارع، إذن هو ناقص التصرف. وهي هذه الأفعال الناقصة التصرف أربعة، وهي فتئ وانفك وبرح وزال. ففتئ يفتأ وينفك ويبرح ويزال، فيأتي منها الماضي والمضارع ولكن لا يأتي منها الأمر. وأفعال أخرى، طائفة أخرى من الأفعال لا تتصرف مطلقا، وهما فعلان: ليس وداما. ليس وداما، طبعا ليس لا تتصرف مطلقا باتفاق، باتفاق جمهور النحاة، ودام فيها خلاف، ولكن الأرجح أنها لا تتصرف مثل ليس. وأما إن، هذا النوع الثاني من النواسخ. إذن ما مضى كانت كلها أفعال، هذه كلها حروف. إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر،
أي لها من العمل عكس ما لكان من العمل، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إذن إن تعمل عكس ما لكان من العمل، فهذه مثلا كان الطالب مجدا، إذا أدخلنا إن قلنا إن الطالب مجد، فدخلت على هذه الجملة الإسمية فنصبت الاسم وأصبح اسما لها، نصبت المبتدا وأصبح اسما لها، ورفعت الخبر وأصبح خبرا لها. إن الطالب مجد. لا، رفعته هي العاملة. العاملة تدخل ليس على جزء من الجملة، هي تدخل على الجملة كلها، الجملة الإسمية بالمبتدا والخبر، وتفعل فيهما وتعمل فيهما عملها، فتنصب الأول ويسمى اسما لها، وترفع الخبر ويسمى خبرا لها. بقي إذا دخلت عليها ما وتسمى ما الكافة، ما الكافة. لماذا سميت كافة؟ لأنها تكفها عن العمل مع التعمل. مثلا نقول المؤمنون إخوة، جملة اسمية مكونة من مبتدا وخبر، أدخلنا إن نقول إن المؤمنين إخوة، فنصبت المبتدا وأصبح اسم لها، ورفعت الخبر وأصبح خبرا لها. إذا دخلت إن، إذا دخلت ما على إن كفتها عن العمل، نقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فتكف عن العمل. هذه نقول كافة ومكفوفة، كافة ومكفوفة، إعرابها كافة ومكفوفة. والمؤمنون مبتدأ تعود كما كانت، والمؤمنون مبتدأ وإخوة خبر ترجع كما كانت. ما إذا دخلت على إن يحصل أمرين اثنين، يحصل أمران اثنان. الأمر الأول أنها تكفها عن العمل فلا تعمل كما رأينا في هذا المثال. الأمر الثاني أنها لم تعد مختصة بالدخول على الجملة الإسمية، هي قبل دخول ما عليها مختصة بالدخول على الجملة الإسمية، فلا تدخل إلا على الجملة الإسمية. فإذا دخل عليها ما أصبحت تدخل على الجملة الإسمية والجملة الفعلية على الكل. ولذلك في الآية القرآنية إنما المؤمنون إخوة دخلت على الجملة الإسمية، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر. فأصبحت بعد دخول ما عليها لم تعد مختصة بالدخول على الجملة الإسمية، وإنما تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية. مع بعض كافة ومكفوفة. قل كافة ومكفوفة وريح نفسك.
إن وأخواتها من نواسخ الجملة الإسمية، فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، وهي كلها حروف وعددها ستة. إن بكسر الهمزة وتفيد التوكيد، نقول إن العلم نور. أن بفتح الهمزة، وهذه هي وما بعدها تؤول بمصدر، ولذلك لا تكون في بداية الكلام، لا نبدأ في بداية الكلام ونقول أن، لا، ها؟ معناها في بداية الكلام الهمزة تكون مكسورة، وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال، كزرته وإني ذو أمل. الله يرحم ابن مالك. أن إذن لا يمكن تكون مفتوحة في بداية الكلام، هذا الذي يعنينا باختصار نحن. وتفيد التوكيد أيضا، نقول علمت أن العلم نور، علمت أن العلم نور، لكن ومعناه الاستدراك، نحو الطالب ذكي لكنه مهمل، تستدرك على ما سبق، كأن، ويدل على تشبيه المبتدأ بالخبر. تقول كأنه أسد، كأنه أسد، كأنك شمس والملوك كواكب، كأنك شمس، كأنه أسد. ليت ومعناه التمني، وقد تحدثنا عنها، نحو ليت الشباب يدوم أو دائم. لعل، ويدل على الترجي أو التوقع، نحو لعل الله يرحمنا، أو لعل العدو يباغتنا. فالأولى لعل الله يرحمنا، هذه ترجي، يرجو من الله أن يرحمه. الثانية تفيد التوقع، لعل العدو يباغتنا، يتوقع أن يباغتنا العدو. نعم نعم. إلا أن طبعا هي الاستثناء، فإذا استثنيت مما مضى مما سبق يكون بمثابة الاستدراك، كأنك لأنك ستستثني منه شيئا. نعم لا غير غير دام يدوم ودم، هذه غير الناسخة. ما دام هذه التي لا تتصرف غير دام يدوم دم، فمعناهما مختلف. مثل ما أن كان أيضا، كان فيه كان التام وكان الناقصة. طبعا أنا لا أريد أن أشعب عليكم الكلام كثيرا، ولكن أحياناً لا بأس أن نعطي بعض الملاحظات والتنبيهات. كان ذكرنا بالأمس، قلنا إن كان ناقصة، وسميت ناقصة لأن المعنى لا يكتمل ويبقى ناقص إلا بالإتيان بالخبر، فإذا لم يؤت بالخبر يبقى المعنى ناقص. أما كانت تامة فهي تكتفي بمرفوعها، وتكون بمعنى وجد أو حصل. نقول كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، هذه ليست ناقصة، هذه تامة، هذه لا تحتاج إلى اسم وخبر، هذه تحتاج إلى فاعل. كان الله ولم يكن شيء،
كان الله ولم يكن شيء. فهنا لفظ الجلالة فاعل. ليه؟ لأن كان هنا بمعنى وجد. فإذا استطعت أن تستبدل بكان وجد أو حصل فهذه كانت تامة، هذه العلامة متاعها. تقول كان الله أي وجد الله، بمعنى أن الله موجود وليس هناك شيء موجود. ولم يكن شيء أي ولم يوجد شيء. فكان هنا بمعنى وجد. نعم، وإن كان ذو عسرة أي حصل ذو عسرة. نعم، فإذا كان لا تحتاج إلى خبر تسمى تامة. إذن دام أيضا فيها التامة وفيها الناقصة. التامة كما قلت هي التي تتصرف، دام يدوم دم. أما الناقصة اللي هي من أخوات كان فهذه لا تتصرف أبدا. نأتي الآن للطائفة الثالثة وهي التي تدخل على الجملة الإسمية، الجملة المكونة من مبتدأ وخبر فتعمل فيهما النصب. قال المصنف: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. الجملة الإسمية في الأولى زيد قائم، جملة مكونة من مبتدأ وخبر، وأدخلنا عليها ظن فقلت ظننت زيدا قائما، فنصبت المبتدأ وأصبح مفعول به أول لها، ونصبت الخبر أيضا وأصبح مفعول به ثاني لها. إذن هي دخلت على الجملة الإسمية المكونة من مبتدأ وخبر وعملت النصب في المبتدأ وفي الخبر، وأصبح المبتدأ مفعول به أول والخبر مفعول به ثاني. بعض الأمثلة: ظننت الصديق مخلصا. طبعا الجملة الإسمية الصديق مخلص، أدخلنا ظن فقل ظننت الصديق مخلصا. حسبت المال نافعا، أصل الجملة المال نافع. خلت الثمار ناضجة، خلت الثمار ناضجة، وزعمت خالدا شجاعا، ورأيت العلم نافعا، وعلمت الخيانة عارا، ووجدت الصديق منجيا، واتخذت الكتاب جليسا، وجعلت الطين جرة، وسمعت أحمد يقرأ. وهذه الأفعال تنقسم إلى أربعة أقسام. يقرأ هنا طبعاً في محل، تكون هنا إعراب محلي، خليها قارئاً. نعم، وهذه الأفعال تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: أربعة أفعال تفيد ترجيح وقوع الخبر،
أربعة أفعال وتفيد الترجيح، ترجيح وقوع الخبر، وهي ظن وحسب وخال وزعم، فهذه تفيد ترجيح وقوع الخبر. القسم الثاني ثلاثة أفعال تفيد اليقين من وقوع الخبر، وهي رأى وعلم ووجد. القسم الثالث فيه فعلان يفيدان التصير، وهما اتخذ وجعل. والقسم الرابع والأخير وفيه فعل واحد يفيد النسبة في السمع، مثل سمعت في المثال الذي أوردناه، سمعت أحمد قارئا أو يقرأ. نعم نعم، تصرف طبعا، تصرف. نعم، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر، وليقس ما لم يقل. طبعا نحن لا نريد أن نشعب على إخواننا هذه المسائل، وقد أورد النحاة منها أكثر من 36 موضع تجوز الابتداء بالنكرة، أوصلها بعضهم إلى 36 موضع. طبعا الحقيقة مسوغات الابتداء بالنكرة، نعطي بس مثال أو مثالين فقط. مسوغات الابتداء بالنكرة، قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فهنا نمرة هي المبتدأ وهي نكرة. ما الذي سوغ الابتداء بهذه النكرة؟ أن الخبر كان ظرف وقد تقدم على المبتدأ، فإذا كان الخبر ظرف شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور، وتقدم على المبتدأ، هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. فلو قلنا نمرة عند زيد، هذه جملة خطأ. نمرة عند زيد ليست صحيحة، لأن نمرة نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة. فإذا تقدم الخبر على المبتدأ وكان ظرف أو جار ومجرور، مثل في الفصل طالب، في الفصل طالب، طالب هنا مبتدأ، والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة تقدم الجار والمجرور اللي هو الخبر تقدم على المبتدأ. لا يجوز أن نقول طالب في الفصل، لو هذه نكرة موصوف، هذه نكرة موصوف، قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، هذه من مسوغات الابتداء بالنكرة. مثلا في قوله تعالى: قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، هنا قول مبتدأ وهو نكرة، الذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أنها وصفت، معروف صفة، فإذا وصفت جاز الابتداء بها وهي نكرة. الخبر خير، نقول مثلا: رجل
كريم عندنا. فرجل هنا مبتدأ وهو نكرة، لكن كانت هذه النكرة موصوفة كريم، فلما وصفناها جاز الابتداء بالنكرة، رجل كريم عندنا أو رجل من الكرام عندنا. جملة مستقيمة صحيحة ما فيها شيء. طالب مجتهد في الفصل مثلا، فإذا وصفناها يجوز الابتداء بها. ممكن حتى في هذه الجملة مثلا كان تقول مثلا رجل في الفصل يذاكر، رجل في الفصل يذاكر، هذه جملة سليمة ما في شيء، لكن تحولت أصبح الخبر يذاكر. الخبر جملة فعلية، هنا يذاكر هو الخبر، وهنا رجل مبتدأ، وفي الفصل هنا صفة، لأن أصلها رجل كائن في الفصل أو موجود في الفصل، فوصفناه وين موجود؟ موجود في الفصل. ففي مثل هذه الحالة يجوز الابتداء بالنكرة. والمواضع طبعا كما قلت متعددة وكثيرة. بقي مدام تكلمت عن المبتدأ والنكرة، كذلك بالنسبة جدير بالتنبيه، بالنسبة للخبر إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية لابد وأن يكون فيه رابط يربط هذه الجملة بالمبتدأ، لازم يكون في الجملة الاسمية أو الفعلية لازم يكون فيه رابط يربط. مثلا نقول الجامعة أبوابها مفتوحة، الجامعة أبوابها مفتوحة، فالجامعة مبتدأ أول وأبوابها مبتدأ ثاني، ومفتوحة خبر المبتدأ الثاني، هذا مبتدأ أول، هذا مبتدأ ثاني، وهذا خبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول. لابد في هذه الجملة لابد يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ، وهنا الرابط الضمير أبوابها، الها هنا تعود على ماذا؟ على الجامعة، أبواب الجامعة، فلابد وأن يكون في هذه الجملة رابط، قد يكون الضمير وقد يكون غير الضمير. طبعا الروابط كثيرة وما أريد نفصل معناها في البداية، من بينها الضمير، ومن بينها أيضا اسم الإشارة، كأن نقول ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. نعم نعم، رجل في الفصل يذاكر، رجل في الفصل يذاكر. طبعا هنا يذاكر الفعل المضارع، هنا أين فاعله؟ هو، إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو هذا يعود على مين؟ على الرجل، فلابد وأن يكون هناك رابط يربط الجملة الإسمية أو الفعلية يربطها بالمبتدأ. نأتي الآن لباب النعت. النعت تابع من التوابع، قال المصنف النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. إذن النعت مشتق وتابع من التوابع،
يتبع ما قبله. يتبعه في ماذا؟ قال يتبعه في رفعه ونصبه وخفضه، أي يتبعه في الإعراب. معنى هذا الرفع والنصب والخفض هذا كله يسمى إيش؟ يسمى الإعراب. إذن هو يتبع منعوته في الإعراب، يتبع ما قبله في الإعراب. نأتي مثلا نقول قام زيد العاقل، وجاء الرجل العالم، جاء الرجل العالم. العالم هنا صفة نعت، والنعت يتبع منعوته الذي قبله. نلاحظ أنه تبعه في ماذا؟ تبعه في الإعراب، هذا مرفوع وهذا مرفوع، فإذا كان هذا مرفوع النعت لازم يكون مرفوع. رأيت الرجل العالم، نلاحظ أنه تبعه في النصب أيضا، هذا منصوب وهذا منصوب. سلمت على الرجل العالم، فتبعه أيضا في الجر. إذن هو يتبع المنعوت الذي قبله في الإعراب، أي في الحركة الإعرابية. يتبعه أيضا في ماذا؟ يتبعه أيضا في التعريف والتنكير. نلاحظ هنا مثلا جاء الرجل العالم، طيب لو قلنا جاء رجل، جاء رجل عالم، نفس الشيء، هنا رجل فاعل وعالم صفة نعت، فهنا نكرة هنا أيضا نكرة، هنا معرفة هنا معرفة، إذن يتبعه أيضا في التعريف والتنكير. كذلك جاءت المرأة العالمة، نلاحظ أنه تبعه أيضا في التذكير والتأنيث، فهذا هنا الرجل مذكر هو كذلك مذكر، هنا كانت المرأة مؤنثة فكذلك العالمة مؤنثة. كذلك يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، نقول جاء الرجلان العالمان، وجاء الرجال العلماء، نلاحظ إذن تبعه أيضا في الإفراد، هذا مفرد وهذا مفرد، وتبعه في التثنية، هذا مثنى وهذا مثنى، وتبعه في الجمع، هذا جمع وهذا جمع. إذن هو يتبع متبوعه منعوته، يتبع هذا المنعوت، يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع، ويتبعه في التذكير والتأنيث، ويتبعه في الإعراب بمعنى في الرفع والنصب والجر يتبعه. نعم، زيد هو معرفة ولا يحتاج إلى أن تعرفه، المعرفة لا تعرف، فزيد هو اسم علم، اسم علم من المعارف، فهو معرفة، فلا يحتاج، هو معرفة والصفة جاءت معرفة.
مثلا لا يصح أن تقول جاء زيد عاقل، ما يصح. أنا جاء زيد عاقل، هنا لازم تقول جاء زيد العاقل، لأن زيد هنا معرفة والصفة لازم تكون معرفة أيضا. فالتعريف المراد، عفوا، المراد بالتعريف المعرفة كما سنتحدث عن التعريف والتنكير، ليس المراد بها أن يكون ألف ولام، لا، تكون معرفة من المعارف. نعم، هات الجملة، هات الجملة، ماذا تقول؟ مضاف ومضاف إليه، مثلا تقول، مثلا تقول مثلا جاء زيد عاقل إخوانه أو كبير إخوانه، فأنت عرفته بالإضافة. هنا هو كبير نكرة، لكن لما قلت كبير إخوانه فجاز أن تصفه به. هذا سنتحدث على موضوع التعريف والتنكير في الدرس اللي بعد هذا إن شاء الله. إذن نلاحظ أن النعت يتبع منعوته، إذن ينبغي أن يكون مشتقاً وأن يكون تابعاً لمنعوته في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره، كما قال: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. إذن النعت نوعان، نعت حقيقي ونعت سببي. هذا الذي تكلم عنه المصنف نعت حقيقي، أما النعت السببي إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أن النعت الحقيقي يرفع مضمراً، أما النعت السببي فيرفع اسماً ظاهراً. هذا هو الفرق بينه، هذا من بين الفروق الأساسية في التفرقة بين النعت الحقيقي والنعت السببي. نمثل على ذلك، نقول هنا جاء زيد العاقل. العاقل هنا، هذه الصفة، هذه في الحقيقة فيها ضمير يعود على زيد، لأن العاقل من هو؟ هو زيد. إذن العاقل هو، العاقل هو. إذن هنا العاقل، هنا هذا اسم الفاعل، هنا العاقل اللي هو صفة، رفع ضميراً، في ضمير هنا، هو العاقل، هو ضمير يعود على زيد. لكن النعت السببي تقول جاء زيد العاقل أبوه، جاء زيد العاقل أبوه. هنا النعت السببي رفع اسماً ظاهراً وليس ضميراً، رفع اسماً ظاهراً وليس ضميراً، بمعنى هنا العاقل هذا الضمير في محل رفع فاعل، ولكن الفاعل هنا اسم ظاهر وليس ضمير، أبوه. إذن هذا من بين أهم الفوارق بين النعت الحقيقي والنعت السببي. بقي هنا في النعت السببي نلاحظ أنه طبعاً هذا هو المنعوت، زيد هو المنعوت،
في الجملتين زيد هو المنعوت. نلاحظ أنه تبع كذلك النعت السببي تبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب. لو قلت مثلا رأيت زيدا العاقل أبوه، رأيت زيدا العاقل أبوه، فنلاحظ أو سلمت على زيد العاقل أبوه، سلمت على زيد العاقل أبوه. إذن نلاحظ، نعم هنا العاقل العاقلة العاقلي، لأنه يتبع حركة المنعوت الذي قبله. إذن هو يتبع المنعوت في ماذا؟ في الإعراب، في حركة الإعراب رفعاً ونصباً وجراً. كذلك يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. يتبع المنعوت، يتبع ما قبله في التعريف والتنكير. مثلاً لو قلت جاء رجل عاقل أبوه، جاء رجل عاقل أبوه، إذا كان المنعوت معرفة يكون هذا النعت السببي أيضا معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة يكون النعت السببي أيضا نكرة. لو قلت جاءت المرأة العاقلة أمها، جاءت المرأة العاقلة أمها، نلاحظ ماذا؟ العاقلة عفوا، جاءت المرأة العاقلة عفوا، العاقلة أمها، جاءت المرأة العاقلة أمها. نلاحظ أيضا أنه تبع المنعوت في ماذا؟ في التذكير والتأنيث. طيب لو قلت، نعم نفس الشيء، جاءت المرأة العاقلة العاقل أبوها، خالف التذكير والتأنيث، ويلزم الإفراد دائما وأبدا. نقول مثلا جاء الرجل أو الرجال، جاء الرجال العاقل أبوهم، فيبقى العاقل في كل الأحوال يبقى ملازما للإفراد. نعم يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، ويلزم الإفراد، ويتبع المتبوعة المنعوتة اللي قبله يتبعه في ماذا؟ يتبعه في الإعراب، في الحركات، في الرفع والنصب والجر، ويتبعه في التعريف والتنكير. إذن بالنسبة للتذكير والتأنيث يتبع ما بعده، ويلزم الإفراد في كل الأحوال، ويتبع
ما قبله وهو المنعوت يتبعه في الإعراب، أي في الحركات، في الرفع، في النصب، ويتبعه في التذكير وفي التأنيث. ونفصل القول أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله، حتى نجيب مجموعة أمثلة ونوضح أكثر. نعم، يكون فاعل. أبوه هنا يكون فاعل في كل الأحوال، يكون فاعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم.